نيكولا ساركوزي بحفاوة معمر القذافي، مبررا ذلك بكون الرجل تغير وأدار ظهره للإرهاب ليصبح شريكا في مكافحته. وقعت حينها عقود تجارية بعشرة مليارات دولار بقيت حبرا على ورق. عند بدء الثورة في ليبيا أدارت فرنسا ظهرها للعقيد وقادت حملة دبلوماسية في مجلس الأمن، ثم استضافت مؤتمرا دوليا أطلق إشارة الانطلاق للعمليات العسكرية في ليبيا، وهي تبدو اليوم فخورة بانتصار الثوار. دورنا الدبلوماسي والعسكري تبدلت طبيعته، يقولون في وزارة الخارجية. بعد الجهد الاستثنائي جدا لفرنسا خلال الأشهر الأخيرة، ندخل الآن في مرحلة جديدة عنوانها إعادة إعمار ليبيا ومساعدة الليبيين على بناء نموذجهم الديمقراطي بأنفسهم. سنساعد في إعادة بناء المدارس وتحسين الوضع الصحي وتنظيم الإدارة. منذ سقوط طرابلس يحصي نيكولا ساركوزي أرباحه في الداخل وفي الخارج، ويتصرف كأنه أبو النصر وصانعه، وترى أوساطه أن الانتصار في ليبيا أعاد لفرنسا وزنها الدولي ولقوتها العسكرية هيبة افتقرت إليها في العقود الأخيرة. يقول المراقبون هنا أن الانتصار في ليبيا حتى لو لم يكتمل بعد يمثل إنجازا شخصيا لساركوزي الذي قام هناك بما لم يقم به ميتيرون في رواندا لإنقاذ المدنيين من المجازر، لكنه إنجاز ليس منزها عن المصالح الاستراتيجية لفرنسا، ومن بينها عودة شركة توتال إلى ميدان الصناعة النفطية في ليبيا. تستخرج توتال من ليبيا وحدها 7% من مجموع النفط الذي تستخرجه من القارة الإفريقية. النفط في ليبيا يعني الفرنسيين والبريطانيين وكذلك الإيطاليين، سنكون منافقين إذا لم نعترف بذلك. مهما يكن من أمر، فأن فرنسا تستعد لاستضافة مؤتمر دولي هام حول ليبيا الأسبوع المقبل لتقطف ثمار إنجاز تأمل أن يمحو من الذاكرة ما اتهمت به من تواطؤ مع النظامين السابقين في تونس ومصر، وتباطؤ في رد فعلها حيال ما يجري في سوريا. حسين قنيبر، العربية، باريس. يعتبر مسلسل فرصة ثانية من الأعمال الدرامية المميزة التي تعرض خلال شهر رمضان، ويهدف إلى إيصال فكرة الحصول على فرصة ثانية للإنسان وكيف من خلالها يمكن